السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم على قناتكم قناة إيبا بريس. اليوم متواجدين في مدينة القنيطرة وفي واحد الملتقى، الملتقى الجهوي للقنص في نسخته الثانية. غادي نحاولوا نشاركوا معكم الأجواء ديال هذا الملتقى وكذلك نقربوكم من هذه الهواية هذه اللي كيعشقوها بزاف فينا ديال المغاربة اللي كيمارسوا هواية القنص. بقاو معنا ونكتشفوا هذه الهواية. أكيد مشاهدينا الكرام فاش كنقولوا القنص كنقولوا الرمى. الرمى معنا واحد الفنان اللي تلاقينا معاه في الملتقى الجهوي في النسخة ديالو الثانية، الفنان الاسم الكريم. اسم الكريم محمد ميزميز، رابح محمد ميزميز. سي محمد، نعم تبارك الله عليك. يعني احنا واقفين معاك وانت كطرب مشرفين وكتعطينا شي كلام، بغيتك تشارك مع المغاربة شي كلام موزون على 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 القنص وعلى على الرمى. اييه كلام على الرمى، حيت رميت غريبها غريب كرمة سينا أولادنا نسيب. ترى ميت على الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت هديه وعطاها لسعد بن وقاص يعلم المجاهديه، ووصى سيد النبي على الرمى والطلبه يحضروا معه في كل جمعيه، ووصى سيد النبي على الكلمه بوجوات تكون متكدد بالراس وصيه، وازدر بالخماسي بحال الثلثيه، تروح جابه مكنه وفرسيه العسريه، وتكون يمنيه سريعه وحوز ترقيه، وتكون نقشه مزيته ما تكون شاي سخيه، ويكون زنادك صايم ما يجيبك دليه، وتكون جابه فيه ودير الدبانه بالوحشيه. نضرب نضرب ثانية ونقول عمري ما نختار، ونخطا ثانية ونقول عمري ما نقيس، والمحيبة ديال الموت طلبة فيها 100 تليس وتليس، واللي ما عنده شيخو شيخو هو يبليس. دابا بغيت نعرف واحد القضية، الشعور ديالكم وانتم فاش كيكون قريب الافتتاح، بعد النعاس بعدا كيجي نهار السبت بالليل ولا لا؟ النعاس نهار السبت ما كنعسوش وحده من الله، ما كنعسوش. ثانيا كاين شي وحدين دابا بغيت نقولها لك غتموت بالضحك، شي وحدين قال لك هو والكلب ديالو ما كياكلوش الماكله 15 يوم. يعني هذه كدل على ان كاين واحد الارتباط قوي بين القناص وبين هذا الموسم ديال القنص. تماما قوي دابا، هذا راه بنادم فرحان، راه عنده واحد الموسم ديالو جاي ليه بحال بغى شي عرس ولا شي فرح ولا زايد عنده شي ولد ولا شي بنت ولا اكثر. يعني طبيعة الحال فاش كنقولوا القنص، يعني وانتم تبارك الله القدماء ديال القناصة، يعني ضروري ما تعطيو نصائح للشباب، خصوصا الشباب اللي الله تعطاو لهذ الهواية هذه، لأن هواية شريفة توارثنا الحمد لله على أبا عن جد. يعني النصيحة اللي تقدر تقول لهم؟ النصيحة كنقول لهاد الشباب الله يهديهم، اكثر هادو اللي ما عندهمش بعد ذاك الرخصة ديال القنص، وكيمشيو في الليل وكيشدوا هذوك الحجيلات، كاين اللي كيدير بيضات، كاين اللي كيدير، ملي كيجي ذاك السيد غيجي يصيد، هاز مقعدو مخلص وريقاتو ويجي يصيد وما يلقى والو، راه غيكعى ذاك الفرحه اللي كانت عنده غتولي له ندامه. هذا هو الواقع. انا ضد هذه الظاهره، ضد. ربما خاص الشباب ولا القناصه بصفه عامه يحاولوا يفهموا واحد القضيه، على انه هاد الثلاث شهور هذه اللي حنا ماشي هي، ربما خاص الانسان يحاول يحافظ على الثروه الحيوانيه ديالنا، يحاول يصيد بتنظيم، يعني كاين واحد النظام خاص ديال القنص يحاول يحترم. حنا بالنسبه لنا الجمعيه ديالنا حنا ديال الغرامه للقنص والرمايه، واحد السيد معانا قال لك غنجيبوا مصحف الليل السبت كما قلتي انت ليل السبت، وغنحلفوا فيه المصحف الكريم اللي فات اربعه د الحجلات، ما يفوتش اربعه د الحجلات، ولكن اللي كانت خطا الا ضربت خطا 100 درهم سيمان جايه لك كملها ودار 100 درهم غيخلص 500 درهم وقلت سيمانه ما يصيدش صافي وسيمانه ما يصيدش. الله الله الله، عقوبه هذه عقوبه داخليه هذه ديالك داخليه، هذه درنا على درنا نقطه في القانون الاساسي. شنو تقدر تقول للقناصه كامل اللي كيشوفوك، المغاربه كامل اللي كيمارسوا هذه الهوايه، شنو تقدر تقول لهم؟ القناصه كنقول لهم الله نتمنى الله سبحانه وتعالى تصيدوا بسلام وتجيو بسلام لعند وليداتكم، هاد الهواية راها فايتة، يعني الإنسان يحضي راسهم من يكون غادي حدا صاحبه ديما يدو على سيكيريتي، يشوف على اليمين يشوف على اليسار، بالو شي واحد في الزيتون ما يضربش، بالو شي واحد شي بلاصة مشوشة، خلي ديك العجلة تمشي تبيض ولا تمشي دير، كاين الخير موجود، والله لا رحتي على خير وبخير الله يرك، وعاد وليداتك هذاك هو الأفضل هو راسك. صالح الحق قناص ورئيس جمعية بالقنيطرة.
تبارك الله عليك. اليوم كتعيشوا في واحد الملتقى، اول حاجه بعدا عطيني كيف جاكم هذا الملتقى؟ هذا ملتقى مفيد، مفيد جدا. طبعا كانت التدخلات يعني مركزه ومحدده، سيد سواء سيد المدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات أو سيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، فكلهم يعني ركزوا على واحد الآفة تمخر جسم القنص وهي آفة القنص العشوائي، وطبعا الكل يعني حاس بهاد الكارثه هذه وبهاد الافه التي تنفر. ربما هادشي استاذ كان يعني كان هادشي قديم، غير هو في هاد الظرفيه دابا الحاليه الجفاف ما بقاش الوحش، يعني وليتوا كتلمسوا انتم كقناصة نقدروا نقولوا بعض الاحيان انقراض الوحش في بعض المناطق. اكيد اكيد هي ظاهره ماشي جديده، ظاهره قديمه، ولكن استفحلت بشكل كبير جدا في غياب طبعا شويه المراقبه، فهاد يعني الناس ولاو كيتعطاو ليها بواحد الشكل ملفت للنظر والوحش، يعني كيسيبي لي كونسيكونس ديال هاد الظاهره. هذه هي ظاهره خطيره ويجب ان تحارب ويجب ان تتضافر الجهود، سواء الوكاله الوطنيه للمياه والغابات، سواء الجامعه، سواء القناصه، سواء رؤساء الجمعيات، يجب الكل ان يتضافر ويتعاون لمحاربه هذه الافه هذه، لانها صراحه افه عندها نتائج سلبيه خطيره على الوحش وتؤثر كثيرا على الثروه الوحشيه. بالنصيري رئيس جمعيه الارشاد للقنص سيدي علاء البحراوي ومهتم بالشأن القنصي، مرحبا سي عبد الرزاق. يعني اكيد كتوجدوا كتساعدوا الافتتاح ديال هذا الموسم، الحمد لله شفنا اجواء خاصه ديال هذا الموسم هذا، شنو هو الشعور ديالكم وانتم كقناصه باقتراب ديال الافتتاح ديال الموسم القنص؟ وراه كتعرف باقتراب ديال الموسم ديال القنص راه فرحه لا مثيل لها، يعني فرحه جد، يعني كتدخل علينا واحد الغطاء واحد الحيويه جديده، لا من الناحيه الجسمانيه ولا من الناحيه الفكريه، ولا من الانسان اللي كيخرج للطبيعه كيبقى ناسي، يعني كيولي عايش مع الطبيعه. هذا من جهه، الجهه اخرى سي عبد الرزاق عندي واحد الرساله نبغي نوجهها لا للرومات ولا للناس المرافقين ديالهم، الله يجازيكم بخير. راه كتعرفوا انسان خارج الميدان ديال القنص فلا بد ما يدي معاه شي مستلزمات ديال بدا على الاقل واحد الحقيبه فيها ادوات ديال الاغاثه الاوليه، هذه كنأكد عليها، دواء حمار، فاس ما مقاس، يعني شي بونسمون ستيريليزي لكل، حنا نتمنوا الله السلامه للجميع، ولكن يعني الوقايه احسن من العلاج كما كيقولوا. نتمنى ان الناس ياخذوا بهذه النصائح، والناس صحاب السلاح ياخذوا الحذر ديالهم. وواحد الميساج اخر، الناس اللي ديك الظاهره ديال القنص العشوائي اللي استفحلت مؤخرا، يعني ولات تغطي بشكل كبير جدا المناطق، راه الله يجازيكم بخير، راه لا غومبرا سوفاج راه عندنا هنا في شمال افريقيا وبالاخص في المغرب راه ثروه ثمينه. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، كما صرح بها السيد الرئيس والسيد المدير العام للوكاله الوطنيه، لانه راه غنوليو واحد النهار بحال اوروبا ما غنلقاوش لا فون سوفاج، ما غنلقاوش الوحش اللي هو يعني متوحش 100%.